اختي البشره ديالي جافه، شنو يمكن نستعمل ليها؟ اختي البشره ديالي جافه ولكن جد حساسه، عييت ما نستعمل في الكريمات والو، يعني كنلقى واحد النتيجه ولكن ماشي شي نتيجه كبيره بحكم هي جافه. وعاوتاني سؤال واحد اخر اختي، البشره ديالي ماشي جافه، شي حاجه اللي اكثر من جافه، فيها القشره كتقشر ليا، وخا كندير ليها كريمات ضد جفاف البشره كتبقى كتنشف ليا بحكم انني كنتوضى، يعني كنبقى كل مره كيخصني ندير الترطيب. واش ما كاينش اختي شي كريم اللي نقدر نرطب به جوج مرات، مره في النهار؟ بركه تابعوا لا فيديو. السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتوما لاباس؟ كنتمنى هاد لا فيديو كما العاده انه يلقاكم في امان الله وبصحه جيده. طبيعه الحال قبل ما نبدا لا فيديو، اولا كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم الزويونه، كنشكر يعني حتى الناس اللي عاد دخلوا جداد اللي حتى هما انضموا لعائله حنان طيبي، تنقول لهم مرحبا بكم. وقبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش لي لايك، لي لايك. علاش انا كنأكد على لي لايك؟ حيت بصح بعض المرات كنبقى نتفرج انا في فيديو تقدر تنساي، ولكن الا كنت مشتركه مع شي قناه دونك كنكون مقتنعه بديك القناه اللي كنتفرج فيها. يلا كيوصلني لا فيديو فاش كنحل القناه كندير لايك وعاد كنسمع، حيت عارفه راسي بان اي حاجه دارت هذيك القناه غادي تعجبني. دونك حتى نتوما اللي مشتركين في قناه حنان طيبي ما تنساوش ليا لي لايك، البارطاج ديال لا فيديو باش قناه حنان طيبي تكبر اكثر واكثر. كيما شفتوا في الاول انني هضرت لكم، عطيتكم اسئله على جفاف البشره، هاد الاسئله هذه ديالكم نتوما، حول جفاف البشره ولا حساسيه البشره، كتبعوا شي كريم اللي يرطب البشره، واهم حاجه ان الثمن ديالو يكون جد 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 مناسب بحكم التعليق ديالكم. جاني بانني اخر مره كنت هضرت لكم على كريمات ديال جفاف البشره ولكن الثمن ديالهم كان شويه طالع، بعض البنات قالوا لي واش ما كاينش زعما شي حاجه اللي الثمن ديالها رخيص. جات من عند الله انني لقيت، ما غنقول لكمش كريم، غادي نقول لكم جيل، ولكن هو راه ماشي جيل ديال الغسيل. انا غادي نشرح لكم علاش قلت لكم جيل. هاد لو جيل هذا اللي شنقول لكم زوين البنات بزاف، البشره الجافه، ما تنقولش البشره الجافه، البشره الجافه الى كثيره الجفاف، البشره اللي ناشفه بزاف 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 بزاف، يعني واخا خديتو انايا اللي بحكم عندي بشره جافه وحساسه، مي جاني شويه مجهد، يعني ما كنرطبش به بزاف المرات، كنرطب به مره مره الا حسيت بوجهي، يعني بعض المرات تحسي به بحال الكرتون مزير بحال كيبغي يتقشر لك، عاد كندهن به بحكم انه يعني شنقول لكم، ها نتوما غادي تعرفوا النتيجه ديالو. دونك هاد لو جيل هذا علاش قلت لكم جيل، غنوريكم بعدا الكريم اللي هضرت لكم عليه، ماشي كريم جيل، هو كبير بزاف البنات. نوري لكم بعدا الشكل ديالو، هذا ديال لاغام بيو اويل، هاد لاغام هادي كنتمنى بعدا يكون باين مزيان. فوالا انتم شوفوا مع الكاميرا، نزيد نقربوا لكم شي شويه بحال هكا، كيتمنى البنات يكون باين مزيان. فوالا هاد لاغام بيو اويل البنات، هاد لاغام زوينه بزاف وعطات نتيجه كبيره بمنتوجات وحدين اخرين ديالها اللي كانت دارت زيوت اللي هي صالحه للتجاعيد، واحد لي زويل ديالها اللي هما شنقول لكم النتيجه ديالهم جد فعاله، وبزاف ديال الناس قالوا لهم نتيجه زوينه بزاف. وحتى الاثمنه ديال هاد لاغام راه ما غالياش، يعني في متناول الجميع، هذاك الشيء علاش غير شفتهم خرجوا هاد لو جيل هذا خديته بلا ما نفكر، حيت عرفت هاد لاغام زوينه. هاد لو جيل هذا هي راه مكتوبه جيل بو سيش، يعني بو سيش ا تري سيش، هذا علاش قلت لكم جيل، لا تيكستور ديالو على شكل جيل ماشي كريم، علاش على شكل جيل؟ وهاد جيل لا تيكستور ديالو اللي هو جيل هي على شكل زيوت، يعني فيها بعض الزيوت يعني كتحسي بها ميد ما، داكشي علاش قلت لكم ميد ما بزاف بزاف. وهاد بيو اويل هادي علاش انا خديت هاد الصغيره هادي، مهم كنت باغا
نحاول انني نجربها. داكشي اش قلت ناخد بعدا هاد الصغيره هادي، هي راه فيها ثلاثه ديال الاشكال، فيها الصغيره وفيها المويا موديل والغون موديل بيتي موديل. انا خديت هادي فيها 50 امال، قلت حتى نجربها كما قلت لكم، مي لقيت النتيجه ديالها غزاله. وفي نظري انايا الا كنتي بحال دابا الاخت بوحدك انك غادي تاخدي، يعني بوحدك غادي تدهني البشره ديالك، خدي الصغير كافي. شتي هذا وما غتكمليش، يعني هيدوزك مده طويله الا خديتي كبير، بحكم الا كانوا البنات بزاف في الدار ديال خواتها 3 4 تقدروا تاخذوا يعني لو بول كبير، اما الا كنتي بوحدك خدي لها هذا، راه كافي كما قلت لك. وقلت مزيان من خديته، وحتى الثمن ديالو جيد جيد مناسبه للبنات، يعني بحكم النتيجه اللي كيعطيها جيد فعاله. يعني شنو نقول لكم، غزال 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 بزاف. انا نوري لكم الشكل ديالو بعدا كيفاش داير. هو راه اللون ديالو وردي، ما عرفتش اش كيبان. هانتوما قولوا لي البنات واش كيبان ولا ما تيبان. فوالا هانتوما شفتوا اللون ديالو، هو اللون ديالو وردي وعلى شكل جيل بحكم الزيوت اللي فيه. شنو هما المكونات ديال هذا الجيل؟ هذا كيتكون من بيغ دو كاريتي، بيغ دو كاريتي اللي معروف على انه تيحافظ لنا على الرطوبه ديال بشره الوجه، كما انه كيحافظ على الماء اللي تيكون عندنا في الجلد ديالنا. بيغ دو كاريتي يعني هاد البيغ دو كاريتي زوينه زوينه بزاف، لا للشعر ولا البشره ديال الوجه ولا حتى الجسم، يعني اللي بغى الترطيب غزاله. فيها كذلك لا فيتامين ا ولا فيتامين او اللي هما كيساعدوا على تهدئه البشره. داكشي علاش قلت لكم في الاول صالح للبشره الحساسه. هاد المكونات كتساعد على تهدئه البشره اللي كان فيها شي تهيج ولا هذا، هي كتحاول انها تساعدها. كذلك فيها بلاتي نتفكر، فيها لا فيتامين ا او بيغ دو كاريتي، وفيها لاسيد ياليرونيك، حمض ياليرونيك اللي تيكون عندنا تحت الجلد، وحمض ياليرونيك حتى هو كيحافظ على رطوبه البشره. وكذلك حتى بالنسبه للتجاعيد، يعني مش نقول لكم كيحيد التجاعيد، ولكن كيساعد انه يخلي البشره زوينه وعندها واحد الشبابيه وواحد النضاره جميله. دونك البنات كما قلت لكم على هاد لو جيل هذا اللي صالح للبشره الجافه الى كثيره الجفاف، زوين 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 بزاف. وبلاتي نوريكم الدهنه ديالو كيفاش كتجي. هانتي راه كتاخدي غير شويه، ما تاخذوش بزاف. هانت نتمنى انها تكون باينه كديريها، وراه شنو نقول لكم، مية دم مية دم. يعني الا بغيتي ديريها، حيت انا في الاول ما كنتش عارفه نط ودرت بزاف، بحال مولفه كندير في الكريمات قاسه كندهن وجاني عرفتي داك الشيء كثير، عاد هزيت واحد الكلينات ومسحت. دونك هانتي مية دم، عنده واحد الرائحه غزاله البنات، خفيفه وزوينه. وما تخافوش الناس اللي عندهم بشره حساسه، ما يخافوش منها نهائيا. يعني كما قلت لكم هاد لاكا لي برودوي ديالها كاملين زوينين، المنتوجات ديالها غزال. هانتي وراه كيبقى مية دم هذا. دابا انا راه ما نقدرش نطلع يدي كامله حتى نوض نغسلها، كيبقى مية دم. دونك الا درتي غير نقيطه نقيطه بركه. ومن الاحسن من الاحسن انك الا عندك شي كريم ديال البشره الجافه، هو من الاحسن بقاي ديري غير من الليل الليل. وبطبيعه الحال خاصك ديريه قبل ما تنعسي، باش ما توسخيش الفراش ولا شي حاجه بحال هكا. صايبي انتيا باش ما توسخيش الفراش ولا شي حاجه بحال هكا، خاصو باش يتابسوربا يتشرف في البشره ديالك، وعاد ديك الساعه يمكن لك عاد يمكن لك تنعسي ديك الساعه. هانتوما ما عرفتش كتبان لكم لا بريونس ديالو ولا لا، مي زوين بزاف. والثمن ديالو كما قلت لكم جد مناسب، راه ما كيتعداش 48 درهم. يعني كاين اللي عاد يديرلو 50، كاين اللي يديرلو 48، كاين اللي يديرلو 47. 48 درهم هذاك هو الثمن ديالو. هذا ديال 50 امال باش تكونوا عارفين، ماشي الكبير، هاد الصغير 48 درهم. وخا تشوفوه الصغير بحال هكا كما قلت لكم راه كافي ليكم، بلا ما تاخذوا الكبير، الصغير كافي. شوفوا شحال درت، راه نقيطه. هانتوما راه 100 دم 100 دم بزاف. وحتى بالنسبه كما قلت في الاسئله في الاول، الناس اللي كيتوضاو واخا تغسلي وجهك ديك الساعه بالماء، راه تيبقى الوجه 100 دم. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش كريم اللي كيديروا في النهار، يعني بغات تاخذ غير هذا، استعملوا بواحد 4 ساعه ولا ثلث ساعه قبل ما دير الواقي الشمسي ديالها، ودير غير نقيطه باش ما يبقاش لا وجهك كيبان 100 دم شويه. الناس اللي عندهم بشره دهنيه والناس اللي عندهم بشره مختلطه ما يديروش،
يعني بلا ما نلقى شي سؤال في التعليق تقول لي انا عندي بشره مختلطه، عندي هنايا مثلا عندي لابغيونس دهنيه وعندي هنا ناشف يمكن لي نستعمله، من الاحسن ما تستعمليش. تقدري نوض لك الحبوب حيت ديجا عندك افرازات دهنيه مثلا في لازون تي، من الاحسن ما تستعمليش. انا هذا تنقولها وكنعاودها صالح للناس اللي عندهم بشره جافه الى كثيره الجفاف. بالنسبه حتى للشفتين فاش كينشفوا تقدروا تستعملوا حتى هو، ما كاين حتى شي مشكل. بشره جافه الى كثيره الجفاف ما تنساو. قلت لكم فيه ثلاثه ديال الاشكال، كبير وصغير وموين. الا خديتو الصغير كافي. وهذا الشيء اللي كاين البنات. كنتمنى ان هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انني نكون جبت لكم شي حاجه زوينه اللي تستافدوا منها وشي حاجه اللي بطبيعه الحال النتيجه ديالها فعاله والثمن ديالها جد مناسب. ما نكذبش عليكم كيعجبني الحال وكنفرح فاش كنجيب شي حاجه اللي تيكون الثمن ديالها في متناول الجميع. وفاش كنجيب عند مراتي حاجه الثمن ديالها شي غالي بصراحه الداخل ديالي ما كيعجبنيش الحال، ولكن ملي كنشوف النتيجه ديالها زوينه كنبغي نشاركها معكم. ما تنساونيش في لي بارطاج البنات وفي لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك ما تنساوهمش ليا البنات. تهلاو فراسكم بزاف الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.